شرفنا اليوم السيد العامل بالحضور ديالو من اجل اعطاء انطلاقه ديال مشروع تزويد الفردي بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع هذا غادي يستافد منه تقريبا 500 فواي مقسمه على ثلاثه ديال الدواور، و اون ميم طون درنا واحد لا بريزونطاسيون اللي فيها ليتود جينيرال اللي مازال ديال 26 دوار اللي كاينين، ودارت لا بريزونطاسيون مهم لي زيتود زعما اي سون اون كور دو فيناليزاسيون ما بين البيرو ديتود وما بين لونيب. غادي تكون غيكونوا واجدين من هنا للخر ديال لو موا 3 ان شاء الله. واليوم راه واعدنا السيد العامل ان شاء الله انه غادي يعاوننا في الفينانسمون لا من الجهه لا من الداخليه. وكنشكركم نتوما كصحافه اللي كنتو حاضرين معنا باش توثقوا هذا الحدث هذا. بالنسبه للمشاريع ان شاء الله اللي غادي يخرجوا في هذا العام هذا، عندنا تقريبا واحد 30 كيلومتر ديال الطريق، منها اللي غادي يدوز بالبيكوش، منها اللي غادي يدوز بالام سي ار، وعندنا مشروع ديال الكتريفيكاسيون حتى هو اون كور، والتقويه ديال الطريق الجهويه 3408. مدام حليمه اللباني مسؤوله تقنيه بالجامعه الحوزيه، اللي كنا في المشاريع اللي دابا السيد العامل اليوم شرفنا عليها باش انها تخرج الوجود منها، اشغال تكملة الشبكة المائية، ربط الفردي للدواوير اللي كتشمل ثلاثة ديال الدواوير اللي كاينة دابا، دوار الخضر، البحابحة وسراق نهر المل. في هذا الإطار هذا كاين واحد تقريبا واحد ربط ديال 500 برونش هذيك ربط بالماء الصالح للشرب فرديا اللي صالح المواطنين، واللي هما تقريبا الماء اللي غيوصلت لعندهم بالتكلفه اللي ان اللي صار على الجامعه اللي هي من تمويل الجامعه. وغادي هذوك الناس هذوك اللي وصل عندهم الماء غادي يخلصوا تقريبا 1300 درهم الفرد ديال هي هذيك بالنسبه للعداد ديال الماء لونيب. بالنسبه للدراسه التقنيه للشبكه المائيه اللي هي الجامعه كامله تقريبا واحد 26 دوار اللي هي في طور دابا الانجاز اللي غادي تكون المده ديالها تقريبا اللي غادي فيها 4 اشهر للانجاز، اللي هي داز منها تقريبا الفصل هذيك المرحله الاولى اللي هي فيناليزاسيون ديال الدواور كاملين باش انه تعاود لهم الشبكه على المدى البعيد وفيها الربط الفردي، وفيها بالنسبه لي ريزرفوار استهالج المائيه اللي غادي تكون غادي تديسيرفي واحد تقريبا مجموعه ديال الدواوير، منهم كاينين المجموعه الاولى اللي كاينين في جهه المقاقره، وكاين الريزرفوار اللي غادي يكون تقريبا هنايا في السراغنه المحارير. هاد الدراسه هذه كتشمل على المدى البعيد ديال تقريبا اصلاح الشبكه ديال الماء الربط بالماء، وفيها الربط الفردي لجميع الساكنه ان شاء الله. من هنا تقريبا اللي عطانا حنايا الدراسه ديال 2045، يعني الشبكه غتكون مقاده هذه اللي غادي سيرفي ما هو الاجيال اللي جايه. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.